حقيقة هو العمل للحكومة العراقية، الإطار داعم لأداء الحكومة العراقية طبعاً. في هذا الموضوع بل يشجعها على أن تتخذ خطوات حقيقية من أجل نجاحها ومن أجل خروجها من هذه يعني هذا المأزق. لذلك أنا في بداية الحلقة قلت لك يعني موضوعة الدولار وموضوع تهريب العملة وموضوع الاستياء الشعبي بعض الأحيان من هذا الصعود يجعل الحكومة أمام تحدي، وهذا التحدي ليس بالقليل، لذلك عليها أن تخرج